بداية عندنا منتخبنا الوطني لكرة اليد ماشي بخطة ثابتة، عايزين نتكلم شوية تحليليا نفهم شكله عامل ازاي، اداؤه امبارح الناس كلها اثنت على الاداء الرجولي، اكتساح 19 هدف مقابل 38 لصالح المنتخب الوطني امام مقدونيا الشمالية، انت شايف منتخبنا اخباره ايه؟ طب بالتأكيد طبعا احنا تابعنا المنتخب في مباراتين، المنتخب قدم مباراتين كويسين جدا، احنا هنقول ان ده مش مقياس قوي للبطوله، احنا لسه في بدايه البطوله، احنا عارفين البطوله نظامها معقد شويه، يمكن برضو نقوله للساده المشاهدين، احنا بيتاهل ثلاث منتخبات من كل مجموعه، بيتعمل الدور الرئيسي، الدور الرئيسي ده اللي هو بيبقى يعتبر بقى المحك الاقوى او الاختبار الاقوى لكل المنتخبات اللي عايزه تنافس او تحرز اللقب، بيتعمل اربع مجموعات، كل مجموعه فيها ست منتخبات اللي هو الدور الرئيسي، بيتاهل اثنين، بيتعمل دور الثمانيه بعد كده، فطبعا المنافسه الاقوى تبقى في الدور التالي. يمكن احنا عندنا المجموعه بتاعتنا كان فيها منتخب التشيك قبل ما يعتذر، كانت مجموعه قويه، في منتخب السويد اللي هيبقى المباراه بتاعته، طبعا هي دي المباراه الاقوى او هي قمه المجموعه، دي اللي هتحدد مين الاول ومين الثاني. حلو. بعد كده في هنقابل من مجموعه سلوفينيا وروسيا وكوريا، هتبقى مجموعه قويه جدا، هيندمج المجموعتين مع بعض، المجموعه بتاعتنا مع المجموعه بتاعت سلوفينيا، منتخب سلوفينيا بيقدم برضو اداء قوي جدا. حلو. ولكن اللي احنا شايفينه من منتخبنا، ايوه، مقدم مستوى رائع، يمكن احنا مبهورين ومبسوطين بالاداء اللي بيقدمه المنتخب، زائد النتائج القويه طبعا، النتيجتين اللي هتحققوا فوز، احنا دلوقتي في المركز الثاني فرق اهداف بسيط جدا مع منتخب السويد، مع المنتخب السويدي المتصدر، ولكن لا، في امل، في شيء كويس شايفينه في المنتخب،